ينضم إلينا من غزة مها الحسيني مدير الاستراتيجيات في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. مرحبا مها، أبدأ معك بما رصدتموه في المرصد الأورو متوسطي من جريمة وإبادة قامت بها قوات الاحتلال فجر اليوم بحق مدرسة التابعين. مساء الخير صلاح. هو حقيقة مساء حزين على قطاع غزة، في جميع عموم قطاع غزة بشكل عام. هذا اليوم شهد إحدى أبشع المجازر ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وخاصة النازحين في مدرسة التابعين في مدينة غزة، هذه المدرسة التي استهدفت بدون أي سابق إنذار وقتل فيها أكثر من 100 شخص معظمهم من الأطفال. باحثون المدنيون هناك قالوا بأنه حتى الإصابات التي كانت تصل إلى المستشفى المعمداني هي إصابات خطيرة، أغلبها حروق وبتر أطراف الأطفال، بالتالي هذا يكشف عن أنه الجيش الإسرائيلي كان يستهدف المدرسة باستخدام قنابل شديدة التدمير، هائل التدمير، بالتالي هذا يفسر الحجم الهائل من الضحايا من المدنيين من القتلى والجرحى. ما نتحدث عنه اليوم هو جريمة حرب يرتكبها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح، ليس فقط من خلال استهداف هذه المدرسة، ولكن أيضا بملاحقة النازحين من منطقة إلى منطقة، حيث يعني أخرج هؤلاء معظم هؤلاء النازحين الذين كانوا في هذه المدرسة أخرجوا من ديارهم في مناطق عديدة في قطاع غزة، منها شرق مدينة غزة تحديدا، ذهبوا إلى هذه المدرسة لاتخاذ ملجأ من القصف الإسرائيلي، لكن لاحقهم القصف هنا. هذه ليست المرة الأولى بالضبط، وهنا ربما يأتي السؤال مها، يعني هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال باستهداف المدارس التي تؤوي نازحين. شهدنا في الأيام القليلة الماضية تكثيف الضربات على مدارس تؤوي نازحين خاصة في المحافظات الشمالية. صحيح بالضبط، هي قوات الاحتلال الإسرائيلية كثفت خلال الفترة الماضية، لكن هي بدأت منذ الشهر الأول للهجوم الإسرائيلي على غزة للحرب الإبادة الجماعية، منذ شهر أكتوبر 2023 بدأ استهداف هذه المدارس، تحديدا كانت بداية هذه الاستهدافات في جباليا وشمال قطاع غزة، ولكن استمرت في عدة مناطق مختلفة حول القطاع، والآن تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية. خلال العشرة أيام الماضية تحديدا وثقنا استهداف 9 مدارس على الأقل وهدمها فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا الجيش الإسرائيلي بذلك عشرات أو مئات القتلى والجرحى، معظم الجرحى، حتى نتحدث عن أنه العدد سيرتفع بشكل كبير، عدد الضحايا، عدد القتلى تحديدا، لأنه الإصابات التي كانت تصل إلى المستشفيات هي إصابات خطيرة جدا، معظمها حروق من الدرجة الثالثة، ومعظمها أيضا حالات بتر لأطراف، يعني وأنت تعلم جيدا بأنه المشافي في قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة لا تملك المقومات والقدرات لمعالجة هذه الحالات. العديد من حالات البتر التي وثقناها سابقا أدت إلى الوفاة في كثير من الأحيان بسبب المضاعفات وبسبب عدم قدرة الطاقم الطبي على متابعة هذه الحالة، وبالتالي تفاقم الحالات والتهاب الجروح وغيرها من الأمراض. هذه السياسة الإسرائيلية واضح بأنها ممنهجة في استهداف المدارس. طيب مها، الكثير ربما يتساءل الآن ما هي الخطوات التي سوف تتخذونها كمؤسسات حقوقية تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة؟ نعم، باعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية هي إحدى الأدوات التي توظفها في تنفيذ الإبادة الجماعية الإسرائيلية، قصف المدارس، قصف النازحين، وقتل هذه الأعداد الكبيرة من السكان المدنيين، حتى وإن كانت هناك ذرائع تتذرع بها السلطات الإسرائيلية، جميعها يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في قطاع غزة، وبالتالي هي تضاف إلى ملف الإبادة الجماعية التي نجمع عليها الإفادات ونجمع عليها الدلائل ونقدمها أولا بأول إلى فريق جنوب أفريقيا الذي يعني يرفع قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى ذلك نحن على تواصل مباشر مع فرق العمل لدى الأمم المتحدة والمقررين خواص، بالإضافة إلى البرلمانيون الأوروبيون لتقديم هذه الأدلة والمطالبة بتحقيق العدالة للمدنيين، لأنه خلال العقود الماضية شهدنا إدانات دولية بالإضافة إلى قرارات أممية لم توظف على اتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة إسرائيل، وهو ما تفهمه إسرائيل بأنه ضوء أخضر للاستمرار بهذه الجرائم. ما نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى هو تقديم هذه الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم وإصدار مذكرات. أنا أتحدث معك الآن يعني من غرب دير البلح، أنا أسمع أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية تسلق النار تجاه
المناطق الغربية من دير البلح، لذلك هو يعني هذا وهي من المفترض أنه كان أعلن عن تلك المناطق أنها آمنة، صحيح؟ بالضبط، هو دير البلح تحديدا والغرب، غرب مناطق دير البلح هي المناطق المفترض بأنها مناطق إنسانية وهي الأكثر أمنا، لكن الآن منذ الصباح نستمع إلى الزوارق الحربية تطلق النيران تجاه مناطق محددة، لذلك ما نتحدث عنه اليوم هو الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعلية لاستصدار مذكرات إلقاء قبض على المسؤولين عن هذه الجرائم، ومن على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت وغيرهم من مسؤولي هذه الأوامر، أوامر تنفيذ هذه الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين. نعم، طيب ما إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام حول الوضع الإنساني في قطاع غزة؟ نعم، هي أسوأ أزمة إنسانية ليست فقط في قطاع غزة بل ربما على مستوى العالم، اليوم نشهدها بالإضافة طبعا كنا نتحدث عن السودان أيضا، أزمة قطاع غزة تحديدا هي إحدى أسوأ الأزمات في العالم. نتحدث كنا حتى قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي هذا على قطاع غزة كنا نتحدث عن أنه 80% من السكان كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار المطلق، ونحن نعلم جيدا بأنه هذه الحرب، هذه الانتهاكات لم تبدأ في 7 من أكتوبر ولكن كانت بدأت منذ 2006 و2007 منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة، بالتالي كان هناك أيضا قيود مشددة وانتهاكات مستمرة، لكن اليوم بعد هذه أو خلال حرب الإبادة هذه نتحدث عن أنه جميع السكان تقريبا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية الدولية، حتى الطبقة التي تعتبر من الطبقة الغنية في قطاع غزة باتت اليوم بحاجة إلى المساعدات الدولية، لأنه حتى المال أصبح بلا قيمة في قطاع غزة، لأنه في شمال غزة تحديدا والمناطق الشمالية من قطاع غزة المال لا يشتري شيئا، لأنه أصلا لا يوجد شيء في السوق ليشتريه المال، بالتالي أصبح السكان هناك بحاجة إلى المساعدات الدولية. اليوم 10% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني إما قتلوا أو ضربوا أو فقدوا نتيجة الهجوم المستمر، نتحدث عن 10% من السكان، وهذه يعني إحدى أكبر الدلائل التي تدلل بأن إسرائيل ترتكب اليوم جريمة إبادة جماعية ضد جميع عموم السكان في قطاع غزة وليس بالتفصيل عن كل أوكيات معينة. نتحدث عن أكثر من 50 ألف فلسطيني قتلوا، رغم إنه الأعداد الرسمية تتحدث عن إنه العدد يفوق 40,000 ولم يصل حتى اليوم 50,000، لكن نتوقع بأنه حتى العدد يفوق 50,000، فإنه أكثر من 10 إلى 11,000 من الفلسطينيين اليوم مفقودين منذ أشهر. نتحدث عن هؤلاء مفقودين يعني إما تحت الأنقاض أو إما تحولوا إلى أشلاء أو تحللت جثثهم، بالتالي ليس هناك سبيل لاسترجاع هؤلاء الأشخاص، بالتالي هم أصبحوا أعداد المقتولين، لكن الفرق في أنه لم يتم تسجيلهم. العديد من الإصابات اليوم يعني نسبة كبيرة من الإصابات هي ليست إصابات عادية بل هي إصابات تحدث إعاقات دائمة في المجتمع الفلسطيني. كنا نتحدث عن نسبة 3% من السكان المدنيين أو من السكان في قطاع غزة كانوا يعانون من إعاقات مختلفة، اليوم نتحدث عن أنه لا يوجد طبعا رقم حتى اليوم، لكن الرقم أكبر الكثير من ذلك، أنه معظم الإصابات التي تصل إلى المستشفيات هي إصابات تسبب إعاقات دائمة وطويلة الأمد. يعني إن كنا نتحدث عن البنى التحتية، أكثر من 80% من البنى التحتية أو المساكن الوحدات السكنية تحديدا والمباني في قطاع غزة دمرت، إما دمرت بالكامل أو يعني أحدث بها أضرارا جسيمة بسبب القصف الإسرائيلي. البنى التحتية بشكل كامل، بناء المياه، الكهرباء، الإنترنت وغيرها دمرت بشكل كامل، صحيح بأنه يتم اليوم استصلاح بعض الأجزاء من هذه البنى التحتية، لكن نتحدث أيضا عن يعني تدمير شبه كامل لهذه المناطق. بالنسبة للمستشفيات نتحدث عن 32 مستشفى دمرت من أقل 36 مستشفى، أو ليست دمرت فقط، هي أخرجت عن العمل أيضا من أقل 36 مستشفى في قطاع غزة، بالتالي يعني الأربع مستشفيات الباقية التي تعمل اليوم في قطاع غزة هي لا تعمل بكامل طاقتها بل تعمل تقريبا ب40% من طاقتها فقط، وبالتالي هي لا تستطيع تقديم هذه الخدمات الطبية. قبل الهجوم العسكري كنا نتحدث بأنه نحو 40% من المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات القطاع كانت زيرو ستوك كما نقول، أو يعني منعدمة بالكامل، ولكن اليوم هي نتحدث عن نحو 90% من المستلزمات الطبية في المشافي والمستشفيات غير متوفرة. اليوم الأطباء يعني يقولون بأنهم يجرون عمليات جراحية بلا ملابس الجراحة، ما يحدث
مضاعفات لدى المرضى، وثقوا العديد من الحالات التي حدث فيها مضاعفات وفشل العمليات الجراحية بسبب عدم ابتداء الأطباء الملابس الخاصة بالعمليات الجراحية، بالإضافة إلى أن العديد من العمليات تجرى بلا دمج أو تخدير. نعم بالضبط. فبالتالي يعني هذا ناهيك عن أنه يعني بعد العمليات أو العمليات الجراحية وبعد هذه المتابعات الطبية لا يمكن للمريض التوجه إلى المستشفيات، لأنه أصلا المستشفيات يعني يملأها الأعداد الكبيرة من الجرحى والقتلى الذين يصلون إليها بشكل مستمر. لذلك يتابع إنسانية بكل معنى الكلمة. أشكرك شكرا جزيلا لك مها الحسيني، مديرة الاستراتيجيات في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا من دير البلح. شكرا.